مساء الخير واهلا بحضراتكم. كان في جدل على السوشيال ميديا بعد رحيل الدكتور مفيد ابراهيم سعيد. بعد وفاته كان في بوستات كتيره منتشره على السوشيال ميديا كانت بتقول الدكتور مفيد ابراهيم سعيد راى وسمع واكل مع رب المجد يسوع المسيح، وراى وجها لوجه في ليله عيد الميلاد. هل الكلام ده حقيقي ولا شائعه؟ هنعرف النهارده هل الدكتور مفيد إبراهيم سعيد رأى وسمع وأكل مع رب المجد يسوع المسيح ولا لأ؟ طيب أنا هقول لكم الأول البوست اللي منتشر على السوشيال ميديا اللي يعني كان متداول بكثرة جدا، لدرجة إن ابنه بنفسه طلع في الجنازة ونفى هذا الكلام، لأن كان منتشر بطريقة يعني كبيرة جدا لدرجة إن الناس مصدقة الكلام ده، فعشان كده ابنه طلع بنفسه ونفى هذا الكلام. طيب نشوف البوست المنتشر الأول كان بيقول الدكتور مفيد إبراهيم سعيد الدكتور الذي رأى وسمع وأكل مع رب المجد يسوع المسيح ورآه وجها لوجه في ليلة عيد الميلاد. كيف رأى الرب يسوع المسيح وجها لوجه؟ ذهب الدكتور في ليلة عيد الميلاد بدعوة إلى الكاتدرائية الكبرى لحضور قداس عيد الميلاد، وعندما وصل إلى باب الكاتدرائية وجد مشهد لفت انتباهه، وهو أن أحد رجال الأمن كان يمنع رجل عجوز من الدخول لحضور القداس، وكان الرجل العجوز يلح على رجل الأمن ولكن دون جدوى، لأنها كانت مناسبة رسمية والدخول كان فقط لأشخاص معينين، وكانت ملامح البؤس واضحة من مظهر هذا الرجل وملابسه. هنا رق قلب الدكتور لحال هذا الرجل المسكين، فتدخل وتكلم مع رجل الأمن أن يسمح له بالدخول على مسؤوليته الشخصية، بوعد أن يجلسه معه في الصفوف الخلفية. فنظر الرجل المسكين إلى الطبيب نظرة حانية معبرا له عن شكره العميق، ودخل الإسنان وحضر القداس. وعند الانصراف قال الطبيب للرجل أنت ساكن فين؟ فأجاب الرجل صدقني أنا ماليش مكان. هنا قاطعه الطبيب اسمح لي أن أكون ابنك، تعال معي إلى بيتي نأكل لقمة مع بعض، خصوصا أننا في ليلة عيد. رفض الرجل لأنه لا يريد أن يزعجه في بيته، ولكن تحت إلحاحه وافق وإيه وذهب معاه. دق الدكتور جرس الباب ففتحت زوجته والتي كانت في انتظاره وقد جهزت كل شيء للاحتفال بالعيد، وهي مبتسمة وفرحة، ولكن لم تدم فرحتها عندما رأت الرجل العجوز المعدم. أراد الدكتور أن يهدأها ولكنها لم تهدأ، بل زادت في ثورتها وقالت في انفعال يا أنا يا الراجل ده في البيت، يا أنا يا إيه يا الراجل ده في البيت. أراد الرجل أن ينصرف في هدوء لولا أن الدكتور منعه وطلب منه أن ينتظر إيه قليلا، ودخل إلى المطبخ وأخذ بعضا من الطعام وخرج وقال لزوجته لا أنا ولا الرجل هنفطر معاك، ولا أنا ولا الرجل هنفطر إيه معاك. فصرخت في وجهه الأشكال اللي انت جايبها دي وداخل بيها عليا في ليلة العيد، فقال لها أنا رايح أفطر إيه في العيادة. وذهب معه الرجل وهو في غاية الأسف لترك الطبيب منزله ليلة عيد الميلاد. وصل الأسنان إلى العيادة في هذا الوقت المتأخر، وأخرج الدكتور الطعام الذي حمله من المنزل وهو في غاية الفرح، وطلب من الرجل العجوز أن يمد يده إيه ليأكل، فمد الرجل يده وهنا انخلع قلب الدكتور منه وإيه وتصمر في مكانه، اتصمر في إيه في مكانه، فقد رأى آثار المسامير في يد الرجل العجوز. فنظر إلى وجه الرجل فوجد شكله قد تغير تماما وابتدأ يرتفع عن الأرض إلى فوق وهو يباركه أعطاه السلام. طيب الرواية دي صحيحة ولا مش صحيحة؟ الرواية دي طلعت شائعة، طلعت بعد وفاة الدكتور مفيد إبراهيم سعيد. هو دكتور جراح وليه اعمال خيريه كتيره جدا، ويعني ناس كتيره كانت بتشهد له بالامانه، وكان بيحب الفقراء وبيساعد المساكين، وكان كشفه قليل جدا. انا هعرفكم شويه عن حياته كده، بس يعني كله كان بيشكر فيه، الكل كان بيشكر فيه، بس طلعت شائعه ان هو شاف ورأى وسمع السيد المسيح وفي ليله عيد الميلاد. طبعا دي طلعت شائعه يا جماعه. طيب بشهادة الجميع على السوشيال ميديا برضو كانوا كاتبين انتقل إلى أمجاد السماوية الأستاذ الدكتور مفيد إبراهيم سعيد الجراح الأمين،
أستاذ الجراحة العامة بكلية طب القصر العيني، جراح الفقراء والمساكين والمحتاجين. الرب ينيح روحه الطاهرة في فردوس النعيم، وهنيئا له بملكوت السماوات بما قدمه من خدمات كثيرة لأكثر من 70 سنة كجراح. وكان كشفه في عيادته بعمارة رمسيس 5 جنيه، ولما اشتكوه الأطباء في نقابة الأطباء رفعها 10 جنيه. وقام بعمل آلاف العمليات مجانا، بل كان يساعد أهل المريض بمصاريف إقامتهم في اللقندات، وكان يدفع لهم مصاريف السكة الحديد لعودتهم لبلدهم. وبصراحة كان دكتور لا غبار عليه، والناس كلها كانت بتحبه، وكان حبيب الفقراء وعمل خدمات كتيرة الناس كتيرة. يعني دي شهادة من الجميع، يعني أنا شفت شهادات حية من ناس كتيرة جدا تعاملوا معاه شخصيا، والكل كان بيشكر فيه، فكان طبيب الغلابة زي ما بيقولوا. يعني حد بقى تصوني ميري ملاك صادق، كانت كاتبة تعليق مهم جدا جدا بخصوص الدكتور مفيد إبراهيم سعيد. تعالوا نشوف هي كاتبة ايه على صفحتها. أعمال أم إيمان؟ إيمان أم أعمال؟ أم أعمال وإيمان؟ ما أكثر المناقشات والحوارات والتعليقات التي حدثت خلال يومين ماضيين منذ رحيل دكتور مفيد إبراهيم سعيد، سواء حول قصة ظهور المسيح له المجد أو حول قصص أعماله والممتلئة من المحبة. في بداية الكلام أشارك بكل محبة في تعزية كل من تألموا لفراقه بالجسد، أيا كانت قرابتهم ومعرفتهم به. عن نفسي أتذكره بكل الخير، حيث قام بعملية لوالدي منذ سنوات عديدة، ورأيت كم كان رجلا نبيلا يعمل في هدوء وبأمانة شديدة. نيح الله نفسه، ونطلب له كل الرحمة من إله الرحمة. لا شك أيضا أن كتب والده الدكتور القس إبراهيم سعيد كانت في وقت ما مصدر للقراءة للكثيرين، حين لم تكن هناك كتبا كافية لتفسير الكتاب في مكتبتنا، ولكن ليه تعليق بهدوء وبكل محبة لجميع الأطراف منذ فترة ومنذ سنوات. وأنا أعلق في مرات كثيرة لكثيرين حين يقومون بنشر قصة ظهور المسيح له المجد، وضعين صورة دكتور مفيد مع القصة، إن هذا ليس حقيقيا، لأن الدكتور مفيد بروتستانتيا، دكتور مفيد بروتستانتي، لا يؤمن بالأفخارستية الحقيقية ولا بالقداس، ولا يصلي في الكاتدرائية ليلة العيد، ولا يصوم على الأقل أصوامنا الكنسية الجماعية لكي يستقبل الرجل الفقير يفطر معه ليلة العيد. وفي الغالب لم يكن أحد يحذف المعلومة الخطأ التي نشرها، لأنه محبة جميع اللايكات، يعني ناس بتحب بقى اللايكات والشير والحاجات دي، أحيانا تفوق محبة نشر الحق وتصحيح الخطأ لدى البعض. لا أعمم على الجميع، وبالفعل نشر البعض فيديو لابن الدكتور مفيد ينفي فيه ان هذه القصة تخص والده، بل في محاولة غريبة منه نفي القصة ككل، رفضه بما فيها طبعا للرفض اسباب تخص البروتستانت، فكيف يشهد على قداس وافخارستية ورجل يؤمن بهما يظهر له رب المجد؟ خلي بالكم من الحتة دي يا جماعة. قد لا اتفق مع محاولة نفي القصة من اساسها من البعض حتى من الأرثوذكس، واعتبرها خيالا أو مجرد قصة رمزية لا لشيء، لكن لأنه لا مصدر يؤكدون منه نفي القصة. سمعتها بنفسي منذ سنوات من قدس أبونا بولس جورج، وحكى بالتفصيل مناسبتها أنها لو أتذكر جيدا كانت بمناسبة أن الإذاعة والتلفزيون لأول مرة كانت ستسجل القداس في هذا اليوم، وكانت الترتيبات والتنظيم بزيادة شوية في ذلك اليوم، فحدث ما حدث من المنظمين ومنع الإنسان البسيط من التقدم للصفوف الأولى أو حتى محاولة إخراجه، حيث استوقفه أحد الأطباء المعروفين ذلك الحين. للأمانة لا أتذكر الاسم الذي ذكره قدس أبونا، ولكنه ذكره. ثم كملت القصة بأن ذهب الرجل مع الطبيب بعد القداس إلى المنزل. الزوجة نزل الطبيب للعيادة في أسفل المنزل يتعشى مع الرجل البسيط الذي رويدة أخبر الطبيب عن بعض أعماله الطيبة التي لا يعلمها أحد غيره، وحين تعجب وسأله كيف عرف كشف عن نفسه واختفى من أمامه. صدق أو لا تصدق لن يفرق هذا في شيء، حدثت القصة أو لم تحدث لم تفرق في شيء، لن تزيد إيماننا ولن تنقصه، لكنها في جميع أحوالها تعطي درسا يفوق مئات العظات
وتؤثر في النفس أكثر مما قد تفعله مئات الكلمات. ليس الدرس عن ظهور السيد المسيح، ولكن عن البركة التي ينالها من يسلك كالمسيح له كل المجد. أنا عن نفسي لا أؤكدها، ولكن أيضا لا أستبعدها، ولا أجد مما يجعلني أنفر منها، ولا مما يجعلني أستاء نفسيا أو روحيا للغيرة أو لليأس مثلما حاول ابن الدكتور مفيد يعطي هذا الانطباع حين نفى بنفسه القصة يوم جنازة والده. في السنوات الأخيرة تصاعدت موجة الكلام عن تقديس الأشخاص بحسب أعمالهم وفقط، لا بحسب إيمانهم وأعمالهم. وهنا يجب معرفة الفرق بين كنيستنا وباقي الطوائف في هذا الأمر. الأخوة البروتستانت أنفسهم لا يؤمنون بأهمية أو لزوم الأعمال للخلاص، لكنهم يؤمنون أنها نتيجة وفقط للإيمان، لكن الخلاص بالإيمان، مستندين على آيات مبطورة مثل آمن فقط فتخلص، أما البار فبالإيمان يحيى. بينما يعظم الأخوة الكاثوليك من الأعمال لدرجة تفوقت على الإيمان ذاته، فانحرفوا 180 درجة في المجمع الفاتيكاني الثاني ليعلنوا أن الخلاص قد يكون بالأعمال فقط دون حتى الإيمان، وهو ما نسميه بدعة خلاص غير المؤمنين. مستندين أيضا على فكر مبطور مثل متى 25-36 أو على ما كان قبل الفداء بأن الذين بلا ناموس هم ناموس لأنفسهم. بينما تقف كنيستنا القبطية الأرثوذكسية في المنطقة المستقيمة حين تؤمن أن لا خلاص بدون إيمان ولا خلاص بدون أعمال. فببساطة إيمانك بدون أعمالك لن يخلصك، وأعمالك بدون إيمانك المستقيم لن تخلصك، فأعمالك لا قيمة لها بدون دم المسيح، وإيمانك المنحرف بالمسيح لا يقودك للخلاص. لذلك تعجبت حين رأيت البعض ينسبون القداسة لأشخاص إيمانهم غير مستقيم بسبب أعمالهم الحسنة. ولا تقلق عزيز القارئ، إيمانك الأرثوذكسي أيضا لن يخلصك بدون أعمالك المستقيمة، لأن ببساطة ما لم تكن أعمالك مستقيمة أو فلنقل تسعى إلى استقامة، فلن يوصف إيمانك بالمستقيم، لأن الأعمال جزء من هذا الإيمان. من هو القديس في كنيستنا؟ من مشهود له بالإيمان المستقيم ومن مشهود له بالتقوى؟ غير ذلك لا نعرف بل الله يعرف، لا نحكم بل الله يحكم. وليس هذا يعني أننا لا نعرف الطريق، وإن كنا لا نعرف طريقا آخر غير الطريق المستقيم، ولكن صاحب السماء هو من له السماء يرحم من يرحم. نفس الأمر لمن يتحدثون دائما عن الأم تريزا وغيرها من بعثات والرهبانيات الخادمة في شتى بقاع العالم. لذلك فرجاء رفقا بالجميع، لا تقودنا العواطف والمشاعر، لأننا نحب الجميع، وهناك أطباء وغير مؤمنين في جميع المجالات نشهد لهم بسمو الأخلاق والأعمال وفقط. فلا نتخطى ما نؤمن به ولا نحكم على أحد، لكن الله يحكم. لكن في ذات الوقت لم يتركنا حيارة ولا بدون موضعا لأقدمنا، أعطى لنا خريطة لطريق الذي نسلك فيه، وحذرنا من الابتعاد عنه في مواضع كثيرة، ووضع علامات الطريق خطوة بخطوة، معمودية لغفران الخطايا والبنوة والولادة الجديدة، وبمسحة روح القدوس أسده وبدمه الحقيقيين الذين بدونهما لن نحيا للأبدية، وبالتوبة والاعتراف المتجدد، وأخيرا بأعمال المحبة السمر التي بدونها يقطع الغصن. فمن يبعد عن الطريق فالله هو الذي يحكم، لا مشاعرنا ولا مقاييسنا، لكن الذي يفحص القلوب والكلى فيكشف أستار الظلام. هو الطريق والحق والحياة، هو كل العدل وكل الرحمة وكل الحق. لن نكون أعدل منه ولا أحن ولا نعرف الحق مثلما يعرفه، فهو الحق ذاته، له المجد دائما، فهو ممجد في قدسيه إلى أبد الآبدين. احنا كنا بنتعامل مع المرضى زي ما بنسمع. كان الأستاذ يقول هات حالة الغدة الدرقية، هات حالة الهيباتوس بلينوميجلي، الدكتور مفيد سعيد كان بيقول هات عبد الرحمن، هات محمد، هات فلان. علمني ان اسم المريض ده شيء مهم،
لازم تكلمه بيه. دكتور مفيد، لأول مرة كنت بشوف المريض اللي احنا كنا ما بنبصلوش أساسا. كان بيحط إيده على كتفه وهو بيشرح، وكان ما بيتعاملش معاه على إنه حالة أو رقم في العنبر أو ورقة تحاليل أو أشعة، ولكنه كان بيتعامل معاه كإنسان. دكتور مفيد علمني إن الطب مش ميكانيكا تصليح البني آدمين، الطب فلاحة وزرع بذور للأرواح. إزاي تعامل المريض كإنسان مش كرقم. من وقتها غيرت قراري وقلت مكان يوجد فيه هذا الملاك لابد أن أستمر فيه وأواصل، لأن في رسالة تانية تعلمتها من هذا الرجل اللي كنا بنرتعش وإحنا داخلين امتحان الجراحة، لكن مع الدكتور مفيد سعيد بالذات كنا بنزق بعض عشان نقعد قدامه، مش عشان هو هيجاملنا، ولكن كانت الإجابة بتجيلنا لأن كل الطلبة بيبقوا عارفين الإجابات، لكن الرعب اللي بيجيلهم من التعامل كان بينسيهم كل حاجة. أقل درجة كانت عند الدكتور مفيد 46 من 50 47 من 50، لأن كانت الحالة دي اللي احنا بندخلها في الجراحة كانت فيصل ما بين ان انت تكمل في الكلية او تاخد منصب رفيع، وممكن تضيعك وتضيع مستقبلك تماما. كان مدرك هذا دكتور مفيد سعيد. نفسه ما يحسش، عارفين من 30 سنة طلعت قصة سخيفة كاذبة عن بابا وتداولها الناس، ان المسيح ظهر له في هيئة جسدية على شكل واحد راجل فقير، وبابا خده واكله، عملوا لها دراما كده. قصة كاذبة مختلقة ما حصلتش، بابا كان ما بيحبهاش لانها كاذبة، ما عرفش مين اللي ألفها. وكانت الناس تتكلم، فأنا ما عايز أقول لك ليه القصة دي قبيحة. أولا لأنها كذبة، والكذب لا يمجد الله، ما حصلتش. هي لو كانت حصلت كان اعترف بيها، ما حصلتش، هو ياما كرر الكلام ده ما حصلش. لكن هقول لك الحاجة الوحشة في القصة، إن أنا لما أعرف إن في واحد المسيح ظهر له على هيئة جسدية بحطه في حتة مش ممكن أبقى أنا كده بقى. لما المسيح يظهر لي أكيد هبقى زي الدكتور مفيد وهعرف أحبه وهبقى متواضع وكده، ده عايش في مستوى تاني. عشان كده القصة شريرة، لأنها بتخلي كل واحد فينا يحس إن لا، ده هو حتة تانية وأنا حتة تانية. لما يبقى المسيح يظهر لي في صورة جسدية أبقى أكيد هبقى زي الدكتور مفيد. لا، لم يظهر المسيح ليسوع، المسيح يسوع لبابا في صورة جسدية في القصة المختلقة دي، لكن المسيح ظهر ليك في حبه، في غفرانه لخطاياك عندما بذل نفسه عنك من أجلك. المسيح ظهر لك خلاص، وبيظهر ليك كل مرة تغمض عينك وترفع قلبك ليك وتفتحه وتصدقه. يفيد الرب في أعماقك بكل حاجة أعجبت بيها وأعجبنا كلنا بيها ونمجد الله عليها، كانت حاصلة في بابا من وداعة واحتمال، غفران لناس أساءت إليه، كان بيخضني في غفرانه لناس أساءت إليه.